مترو. مساء الخير عليكم في أولى حلقات برنامجكم 50 دقيقة، ولأن الوقت بيساوي حياة وتضييع وقتك هو تضييع لحياتك. معانا وفي 50 دقيقة هتعرف كل الأحداث والأخبار. مساء الخير عليك يا اسلام. مساء الخير عليك يا منى. النهارده عندنا ايه فقرات؟ عندنا فقرات النهارده هيكون معانا 3 فقرات متنوعة. الفقرة الأولى هتكون لأهم وأبرز الأخبار الشائكة في الشارع المصري. الفقرة الثانية هتكون عادة فقرة الضيف، وضيف حلقة النهارده هيكون معانا الدكتور محمد مجدي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى الجابري والقصر العيني ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، والحديث هيكون عن كيف ستكون العودة للمدارس في ظل وجود فيروس كورونا. الفقرة الثالثة هتكون لترند آثار جدلا في الشارع المصري، وترند حلقة اليوم عن فتاة المعادي التي تعرضت للسرقة والقتل من مسجلين خطر. وفي فقراتنا الأولى معانا مجموعة هام من أبرز الأخبار الشائكة في الشارع المصري. نخرج لفاصل ونتابع مع بعض أبرز الأخبار في الشارع المصري. نطلع فاصل. وفي فقراتنا الأولى معانا مجموعة من أهم وأبرز الأخبار الشائكة في الشارع المصري. من أخبارنا السياسية، الرئيس السيسي ينتصر للمرأة بتعيين 20 سيدة بمجلس الشيوخ بزيادة 10 مقاعد عن الحد الأدنى بالقانون. أما الخبر الثاني، انطلاق العام الدراسي الجديد بالجامعات غدا وانتهاء الترم الأول 21 يناير، على أن يتم تطبيق منظومة التعليم الهجين خلال العام الدراسي الجديد، والتي تمزج ما بين التعليم المباشر والتعليم أونلاين، والحكومة تكذب شائعات تأجيل موعد بدء الدراسة بالجامعات. الصحة، تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة وتعافي 91 مصابا، كما تعلن وزارة الصحة عن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة متوفرة في 5400 وحدة بالجمهورية. المالية، 1 مليون مواطن فقدوا وظائفهم بسبب كورونا، والرئيس السيسي طلب توفير ميزانية خاصة لمواجهة كورونا حال حدوث موجة تانية. المالية، دار الإفتاء تستطلع هلال ربيع الأول اليوم الجمعة للعام الهجري 1442، وعلماء القوم للبحوث تؤكد سيوافق 29 أكتوبر 2020. من أخبار الحوادث، انهيار أرضي مفاجئ في الإسكندرية، تحديدا في شارع 45. الإنتاج الحربي توقع بروتوكول تأسيس شركة لتحويل النفايات لطاقة كهربائية. التموين، تنفي استخدام شحنات دقيق فاسدة، وإن الخبز المدعم آمن تماما. التضامن، تنفي أنباء إلغاء قرار الركوب المجاني لكبار السن وتؤكد تعميم تطبيقه، كما تنفي وقف معاش تكافل وكرامة للأسر غير المسجل أبنائها في المدارس. ومن أخبارنا الرياضية، الأهلي والزمالك يستعدان قبل صدام المغاربة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الأهلي والوداد غدا السبت في ذهاب نصف النهائي، بينما الزمالك الأحد، وستقام المباراتان في المغرب، وموعد المباراتان 9 مساء. بكده انتهت فقرتنا الأولى. نطلع فاصل ونبدأ معاكم الفقرة الثانية. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعانا فقرة الضيف الدكتور محمد مجدي، أخصائي طب الأطفال بمستشفى الجبري والقصر العيني ومستشفى الشيخ زايد التخصصي. بنرحب بحضرتك فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء النور يا فندم. حابين نعرف الأول يا دكتور، يعني كيف ستكون العودة للمدارس في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا؟ طيب احنا ان شاء الله في خلال الاسبوع دوت كل المدارس هتبتدي ان شاء الله. ان شاء الله. في مدارس طبعا كانت ابتدت الفتره اللي فاتت، معظم المدارس هتبتدي الفتره اللي خلال الاسبوع دوت. اهم حاجه في الاطفال ان احنا ازاي نتعامل مع الاطفال واحنا داخلين المدارس. يعني اي حد، اي اب، اي ام يشك ان ابنه تعبان خلاص ما يودوش المدرسه، دي نقطه اولانيه. النقطه الثانيه، انا ازاي اقيس الحراره في المدرسه وانا داخل للطفل عشان اطمن على كل الاطفال هم داخلين، عشان ما اديش فرصه ان الطفل يخش تعبان ويعد بقيه الاطفال في المدرسه. الحاجه الثالثه، الاطفال اللي هم الكبار شويه ان انا اخليهم يتعلموا ازاي يتعاملوا في الاسلوب التعامل الصحي. يعني الاطفال الاكبر سنا، مش الاطفال الصغيره، الاطفال الاكبر سنا بالذات خاصه في المرحله الاعداديه والمرحله الثانويه لازم يكون اللبس الكمامه اجباري للاطفال دي. من سن كام؟ بصي، هو الكلام يعني مختلف شويه، بس على الاقل احنا بنتكلم على الاقل فوق ال10 سنين لازم الاطفال تلبس كمامه. الاطفال اللي قبل كده في كلام عليهم، يعني قبل 3 سنين طبعا مستحيل ان الاطفال دي تلبس كمامه. يعني مرحله الكيجي صعب لان الموضوع بس مش موضوع لبس كمامه، انت بتلبسي كمامه اولا ان هي بتمنعك ان انت تستقبلي الجراثيم. الحاجه الثانيه، انت الاطفال بتلعب، يعني هي ممكن تعتبرها لعبه، يعني الجراثيم تبقى على الكمامه نفسها وتحط ايديها عليها وبعد كده تحط ايديها في بقها، فكده كانك عملتي حاجه، بالعكس ده كانك وصلت الميكروب او الفيروس لغايه الطفل نفسه. ممكن نستعيد عن القصه ديت ان احنا بالفيس شيلد اللي هو الغطاء البلاستيكي. كانت المشكله برضو اللي كانت موجوده في الكمامه ان كان الكلام ان الكمامه ممكن تخنق الاطفال اللي في سن صغير، لان هي بتحبس ثاني اكسيد الكربون جوه الكمامه، فالطفل بيتنفس ثاني اكسيد الكربون فممكن يحصل له اختناق. الفيس شيلد امان شويه بالنسبه للقصه دي، لانه يعني بيكون بعيد شويه بالظبط كده. تمام. طبعا ازاي برضو نعلم اطفالنا وهم داخلين المدارس، يكون مثلا لو معاهم صابون الديتول او كحول كده اللي هو الشفاف الجل، ازاي يتعاملوا بيه ويغسلوا بيه. الحاجه الثانيه برضو قصه الحاجه المهمه طبعا التباعد الاجتماعي في الاطفال، يعني برضو طب ازاي نوعيهم لده وهو طفل بنتعامل معاه؟ انا بقول لحضرتك يعني الحاجه دي هتبقى اكتر في الاطفال الكبار شويه. يعني المفروض ان احنا كانت فتره الاجازه دي كانت فتره طويله قوي ان احنا كنا نمهد للاطفال بالذات الفتره اللي كام اسبوع اللي فاتوا، ازاي واحنا داخلين المدرسه واحنا مثلا خارجين مثلا لو اطفال كبيره شويه ازاي نستخدم الكمامه، ازاي نلبسها، ازاي نقلعها، لان برضو قلع الكمامه برضو مهم. انا ما اجيش وانا بقلع الكمامه اقلع المس الجزء اللي عليه الجراثيم، لا بلمسه من على الطرف من بعيد وانا بقلعه. حضرتك فاهم قصدي؟ الحاجات دي يعني بنعلم بيها اطفالنا، وزي ما قلت لحضرتك في الاول اي طفل شاكك ان هو تعبان. الفكره المهمه ان الاعراض دلوقتي ما بقتش جهاز تنفسي فقط، يعني احنا في الازمه الاولانيه او في الموجه الاولانيه كانت معظم الاعراض سخونيه، اعراض جهاز تنفسي، من رشح، من عطس، من نزله، يعني كحه، ضيق في التنفس. بس نفرق ازاي بين الاعراض دي واعراض البرد العادي؟ للاسف صعب. حتى التحاليل البسيطه العاديه برضو لا تثبت ولا تنفي 100%، فاحنا بناخد اكتر بالاشتباه اللي احنا شاكين فيه يقعد في البيت. تمام. طب ازاي نحمي اطفالنا اللي هم عندهم نقص في المناعه شويه، مناعتهم ضعيفه؟ تمام. اول حاجه احنا اطرح دلوقتي تطعيم اسمه الانفلونزا الموسميه. تطعيم الانفلونزا الموسميه اللي نازل السنه دي حتى الان مسموح من سن 3 سنين، فانا ادعو كل ام وكل اب مش بس الاطفال حتى الكبار ياخدوا تطعيم الانفلونزا الموسميه، لان على الاقل هو لو تطعيم الانفلونزا الموسميه هو مش بيحمي من ضد فيروس الكورونا بس، على الاقل هيحميك من فيروس الانفلونزا الموسميه. فانا عندي في الشتاء، يعني الشتاء اللي فات ما كانش فيه كورونا، يعني في شهر 11 12 فات، بس احنا كدكاتره اطفال عانينا كتير قوي من ادوار النزلات الشعبيه. وما كانش فيه كورونا ولا كانوا لسه الموضوع ما اكتشفش وبقى وباء؟ والله هو المفروض على حسب الكلام منظمه الصحه العالميه ان الموضوع ابتدى من الصين. ولما ابتدى من الصين كان ابتدى في اخر 12 في شهر 12، ولغايه ما ابتدى بقى يخرج من الصين ويروح العالم لا قعدنا مثلا في خلال القصه دي شهرين. بس انا بكلمك على الواقع اللي احنا عشناه كدكاتره اطفال موجوده في مصر. احنا في شهر 11 و12 واول واحد السنه اللي فاتت او يعني اواخر السنه اللي فاتت عانينا كتير قوي من ادوار التهاب النزله الشعبيه والالتهاب الرئوي في الاطفال، والسخونيه كانت عاليه قوي. باختصار كانت دور الانفلونزا الموسميه كان نازله السنه اللي فاتت بقوه شويه، فتطعيم الانفلونزا الموسميه نازل السنه دي، والسنه دي مختلف عن تطعيم السنه اللي فاتت ان هو بيحمي ضد فصائل اكتر من الانفلونزا الموسميه. فعلى الاقل لو حميت اطفالنا من الانفلونزا الموسميه قللت فرص التعب اللي ممكن يتعبوا بيها السنه دي. يعني ده هيكون تطعيم في المدارس ولا؟ لا هو مش في المدارس، هو موجود في فروع المصري واللقاح. ايوه. على مستوى الجمهوريه. طب ايه الاطعمه والمشروبات اللي هي بتزود المناعه؟ بتقوي المناعه. ايه هي؟ انت عندك اهم حاجه التغذيه السليمه، يعني التغذيه السليمه ده انا دلوقتي الطفل هياكل من البيت. ياكل خضار، ياكل فاكهه، ياكل حاجات فيها بروتين حيواني، سمك، لبن. منتجات الالبان طبعا مهمه جدا، الحاجات اللي فيها الاوميجا 3 في السمك مهمه جدا. كل الحاجات دي فيها فيتامينز. بدل ما ادي من الصيدليات اروح اشتري فيتامينات واقعد اقول فيتامينات مستورده واجيبها للاطفال، طب ما الفيتامينات دي كلها موجوده في الاكل اللي احنا بناكله في البيت. ايوه. ابعد بقى عن الحاجات اللي فيها سكريات كتير، ابعد عن المواد اللي فيها مواد حافظه، اكل الشارع. بس الاطفال عنيده، مش بترضى خالص. والله بصي، هو الطفل ده على حسب متعودين. طب ازاي نوعيهم؟ يعني ازاي نكلم الاطفال، نخاطبهم، نفهمهم ازاي؟ بص، هو الطفل يعني اكتر من انت بتقعد تتكلم معاه كتير وتقعد تحاول تنصحه، اعمل الكلام ده قدامه. انت عايز تعلمه حاجه معينه كشكل عام، بتكلم مش بتكلم في الموضوع كله، انا بتكلم كشكل عام. انت عايز تعلمه حاجه معينه او سلوك معين، اعمله قدامه، هتلاقي الطفل بيقلدك. عايز تبعد عنه سلوك معين، ما تعملش السلوك ده قدامه. طول مثلا انت في البيت، او مش في سوري، وانت خارجين وانت هما، هتلاقي الاب والام حريصين قبل ما ينزلوا من البيت ان هم يلبسوا الكمامه، وهم اول ما يخرجوا يستخدموا المطهر ويلبسوا سطح غريب، يعملوا كده. أيوة. هيلاقي الطفل هو نفسه كده بيطلب، يقول لك هات لي في ايديا، هات الكحول. أيوة. فين الكمامه بتاعتي؟ فاهمه قصدي؟ ده كشكل عام في الاطفال، يعني مش بتكلم في موضوع كورونا بس. انت عايز تعلم سلوك معين في الطفل، اعمله قدامه. طيب دور الدوله ايه في الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا؟ طبعا انت كل يوم بينزل منشور، خصوصا الموجه الثانيه بدات زي ما احنا بنسمع اعلاميا جدا. طيب حضرتك تفهمنا ايه الفرق بين الموجه الثانيه والاولانيه اولا؟ يعني بص، هو احنا يعني بصرف النظر عن المسميات، بس هو فعلا الحالات الفتره دي، انا بكلم بصفتي كدكتور اطفال يعني، لا موجوده بكثره. طيب هل معنى حالات الاطفال، عشان صفتي كدكتور اطفال، موجوده بكثره، هل ده موضوع مقلق؟ هي الحالات موجوده كتير، بس الحالات مش معقده، مفيش مضاعفات قوي في الاطفال. انا بتكلم على الاطفال بس. هي المشكله في العدوى، انتشار العدوى في الاطفال، مش في الاطفال نفسهم، على قد ان هم هينشروها للكبار اللي عندهم في البيت، وخاصه اجدادنا وكبار السن. يعني الاطفال بتكون حامله للمرض ولكن ممكن ما يصابوش. لا، هو هيكونوا مصابين بيه بس. ممكن تعدي على دور برد بسيط، اللي هو ممكن في اي وقت عادي، خلاص ده هو البرد العادي، وما كانش ينزلوا للدكتور، على اساس ان هم في الطبيعي المناعه بتاعتهم قويه. والله ما حدش لاقي لها تفسير لغايه دلوقتي. تمام. يعني بالظبط ما حدش لاقي لها تفسير، زي ما حدش لاقي تفسير ان في الدول اوروبا وكان في امريكا الحالات كان عدد كبير قوي، وفي مصر ربنا حافظها والاعداد الحمد لله، والاعداد الوفيات الحمد لله كان الاعداد كانت يعني مقارنه بالدول كتير الحمد لله كانت اعداد اقل بكتير. طيب هنشوف دور للدوله في تطعيمات داخل المدارس، في توعيه، حملات توعيه داخل المدارس؟ اكيد في حملات توعيه. قصه التطعيمات، هو حتى الان للاسف في العالم كله مش في مصر بس، لسه ما نزلش تطعيم رسمي ضد فيروس كورونا. واكيد طبعا لما يبتدي ينزل تطعيم رسمي، اكيد الدوله هتجيبه الشعب، لجموع الشعب، عشان خاطر نطعم بيه، خاصه اصحاب المناعه الضعيفه او كبار السن. طب في تطعيم وقائي مثلا؟ احنا بنسمع عن الكلام ده، هل في تطعيم وقائي؟ هو تطعيم حتى الان اللي متاح دلوقتي هو تطعيم الانفلونزا الموسميه اللي كنت قلت لحضرتك عليه، اللي هو الانفلونزا العاديه اللي بالظبط. هو المفروض ان هو كان بينزل كل سنه. طيب تنصح كل يعني الصبح تفطر ابنها ايه، تعمل سندوتشات ايه، ازاي تقدر يعني الصبح كده ترفع المناعه، تبقى منزله ابنها من البيت وهي مطمنه تمام ان التغذيه دي سليمه. تمام. خلينا برضو نقول قبليها ان احنا موسم المدارس كشكل عام هو موسم الاطفال بتتعب فيه كتير. اولا هو فصل، يعني بيجي فصل اختلاف بين الفصول، فتره كده اختلاف بين الفصول ما بين الصيف وبين الشتاء. الاطفال اللي بيبقى عندهم حساسيه اكتر، بيبقى عرضه ان هم يتعبوا اكتر في الفتره دي. تجمع بين اطفال كتير، انت عندك بقالك تقريبا 8 شهور مع قعد الاطفال في البيت حابس عليهم. أيوة. فما كانش بيتعرضوا للميكروبات تقريبا، فجاه بقوا اطفال كتير قاعدين في مكان واحد، اللي عنده ميكروب بيعديل شويه زمايله اللي حواليه، واللي عنده واحد تاني بيعديل شويه زمايله اللي حواليه، فالاطفال بيروح البيت محمل بمجموعه من الميكروبات. فالاول حاجه بنقول للام التغذيه السليمه، زي ما قلت لحضرتك بناكل حاجات يستحسن يكون فيها حاجات فيها خضار، بيض، اللبن، يعني الصبح بيض ولبن. لبن، حاجه فيها اللي هو البروتين الحيواني ومصدر الكالسيوم، وحاجه للخضار عشان فيها الفيتامينز. طب نوع فاكهه مثلا ممكن ياخده معايا في اللانش بوكس؟ والله كل الفيتامينات، كل الفواكه فيها كل الفيتامينات، يعني تنويع، مش بنقول حاجه معينه كل يوم. يعني احنا لو نوعت كل يوم هستفيد اكتر من كده. الحاجه الثانيه، بعرض الطفل قبل ما ينزل كده، بصحيه بدري قبلها بشويه، عشان برضه داخل على شتاء، الطفل بيكون متدفي في البيت، يصحى من النوم، يكون الاب والام مستعجلين يلا عشان نرجع على المدرسه، هوب يخرج من تحت البطانيه، هوب الجو ساعه، هوب يجي له برده، نقول لك ده كورونا، فنفضل بقى محتارين. طب قعدوا في البيت وتيجي المدرسه تخاف على بيت الاطفال، لا ما يجيش المدرسه، يقعد اسبوع على الاقل في البيت. طب والواد هينزل قد ايه انت فاهم قصدي؟ يعني غير اضواء، يعني قصه الكورونا هو كده كده الاطفال بتتعب في الفتره دي شويه. طب احنا دلوقتي السؤال اللي محير الاسر كلها والناس كلها، نفرق ازاي يعني دلوقتي البرد العادي هو نفس اعراض كورونا او تقريبا في تشابه كبير جدا. ايه الحاجه الفاصله كده اللي احنا ممكن ساعه ما نشوفها كده نقول ده خلاص ده لا يعني لا ده ما نستناش عليه؟ درجه حراره عاليه يعني درجه. هو في حاجات انت مبدئيا ما ينفعش تنزل بيها يعني الطفل المدرسه، وفي حاجات معينه يعني لو في درجه حراره عاليه لا ما ينفعش تنزل بيه، في كحه مستمره ببلغم وضيق في التنفس لا ما ينفعش هتنزل بيه، في اسهال كتير قوي لان زي ما قلت لحضرتك الموضوع ما بقاش طب اتصرف ازاي؟ يعني اعمل ايه؟ لا احنا دلوقتي درجه حراره عاليه بندي خافض وممكن ندي الواد دش وننزل على اقرب مستشفى لو درجه حراره عاليه مثلا ولكن حراره 40، لكن ما استناش يوم اتنين يمكن الحراره تنزل ويمكن ما تنزلش واحنا مش عارفين الطفل عنده ايه. حضرتك فاهمه قصدي؟ يعني احنا مش عارفين الطفل عنده ايه. ممكن ادي يوم بس انت في الفتره دي طبعا هتحط الطفل على جنب عشان خاطر لو احنا في اشتباه ولا حاجه ما يعديش بقيه زمايله او طيب اخواته. حضرتك احنا دلوقتي مثلا نزلنا والطفل سليم وتمام التمام ووصلناه المدرسه جميل، خلاص دور الاب والام انتهى كده، دور المعلم ايه في الفصل بالنسبه للتوعيه ضد مرض كورونا وضد انتشاره بالنسبه للتلاميذ والاطفال الموجودين؟ والله دور المعلم برضو بجانب طبعا دور التربوي العظيم اللي هو بيقوم بيه، احنا لو حس ان في اي طفل تعبان مش في المود مدروخ همدان لا يبلغ فيه، لو في طبيب في المدرسه طبعا يبلغ بيه طبيب المدرسه عشان لو هيقيسوا درجه حرارته، لو في دكتور في المدرسه هيفحصه، طبعا لو في طفل تعبان بنبلغ بيه الاب والام، ممكن حتى يجي ياخدوه من المدرسه عشان برضو اولا يكون الطفل تعبان يستريح ولو هيردوه على الدكتور الخاص بيه وعشان ما يعديش بقيه زمايله. طيب فكره ان الدراسه هتكون 3 ايام في الاسبوع ايه راي حضرتك؟ والله لا ده يعني أو في مش كل المدارس على فكره، يعني انا ابني مثلا داخل كي جي 1 5 ايام في الاسبوع بس، ما هو الفتره في مدارس كتير برضو كي جي وبقى 3 ايام على حسب المدارس. والله يعني لو حابب تتكلم بالنسبه للجزء التربوي ولا بالنسبه للجزء الصحي؟ لا الصحي اوكي، انت قللتي فرص التعامل بين الاطفال فممكن يقلل فرص انتشار العدوى لو في ميكروب في الفصل. طيب بعض الاطباء بيحذرون ارتداء الاطفال للكمامه، تمام، ما هو السن المناسب لارتداء الكمامه؟ زي ما قلت لحضرتك قبل 3 سنين لا محبذ على الاطلاق ارتداء الكمامه من بين سن 3 سنين ل5 سنين لا ممكن ممكن لا على حسب برضو الطفل، يعني على حسب الوعي بتاع الطفل واستخدام الطفل ليه. 10 سنين طبعا لا لازم يستخدم الكمامه. نشكر حضرتك جدا بس في النهايه عاوزين رساله توجهها لكل اب ولكل ام. لكل اب وكل ام، انتوا مسؤولين عن اولادكم، حافظوا عليهم، تغذيه كويسه، لاحظوا لو في بدايه اي اعراض سواء زي ما انا قلت ارتفاع في درجه الحراره، اعراض في الجهاز التنفسي، اعراض في الجهاز الهضمي من قيء، من اسهال، من الم في البطن، الحاجات دي كلها لا لازم استشاره الطبيب عشان ناخد العلاج المناسب ليه باذن الله. طب بالنسبه للجامعات هتبدا الدراسه بكره ان شاء الله، ايه برضو التدابير الاحترازيه بالنسبه لطلبه الجامعات؟ طبعا احنا طلبه الجامعات بنتكلم على فئه عمريه اكبر فالمفروض ان احنا بنتعامل مع وعي اكبر من كده، فالمفروض ان مش هقول بقى اطفال يعني الناس دي يعني اخواتنا الصغيرين يعني الناس دي لازم تكون عارفه طبعا التعامل، ما يكونش ان هم طبعا طول الصيف ما شافوش بعض فنيجي اول ما نشوف بعض ناخد بعض بالبوس وبالحضن، يعني احنا كده جبنا كل الميكروبات اللي كانت عندي نشرتها لكل الجروب بتاع الشله كلها زي ما بيقولوا. لازم فعلا لازم يكون في استخدام الكمامه خاصه لو في جامعات المدرجات لو الدنيا زحمه شويه لا لازم في كمامه، لازم يكون في برضو الكحول، دي حاجه مؤسيه قوي، ما نقولش دي كانت موجه وانتهت لا الحالات فعلا ابتدت تزيد تاني وانت فصل الشتاء اصلا اعراض الجهاز التنفسي او امراض الجهاز التنفسي كشكل عام بتزيد فمش عايزين لخبطه، يعني عايزين نعدي الشتاء ده على خير وربنا يكرمنا ان شاء الله. طب هل الموجه الثانيه بدات ولا لسه؟ لا زي ما قلت لحضرتك هي يعني هل هو امتداد للموجه الاولانيه او الموجه الثانيه؟ لا بس فعلا اعداد الفتره دي كحالات اصابات بتزيد بتزيد نتكلم بصراحه تمام، بس برضو نتكلم من الناحيه الثانيه حالات اللي كانت محتاجه مستشفيات وكانت محتاجه رعايه مركزه لا اقل بكتير مقارنه من كام شهر اللي فاتوا، عشان برضو نطمن الناس زي ما قلت الاعداد بتزيد بس الحالات اللي كانت فيها مضاعفات جامده وكانت محتاجه لازم حجز مستشفى ومحتاجه اكسجين ومحتاجه رعايه مركزه اقل بكتير من شهر رمضان مثلا على سبيل المثال. طب بالنسبه لطلبه الجامعات، يعني احنا عارفين ان الجامعات بتكون فيها تزاحم وبيكون فيها زي ما حضرتك نظام شلل وكذا، طيب دلوقتي احنا يعني الكمامه هيبقى في التزام بالدخول الجامعه بالكمامه المفروض طبعا والكحول وكذا، بس احنا عايزين دور للدوله للتوعيه او دور للدكاتره والمدرسين والاساتذه في الجامعات، ايه دورهم لتوعيه الطلبه في يعني كيفية الحد والتعامل مع في ظل وجود فيروس كورونا، ازاي يتعاملوا الطلبة؟ والله احنا ممكن نعمل مثلا فقرات توعية مثلا في نص المحاضرات عن ازاي التعامل مثلا مع الفيروس كورونا، سواء كان الاعراض اللي هي الموجود بيها دلوقتي او كيفيه الوقايه منها واساليب الاحترازيه ليها. الحاجه الثانيه مثلا من ضمن اللوحات ممكن تتنشر في الجامعات اللي ازاي مثلا طريقه غسل الايدي الصحيحه، طريقه الاعتداء او خلع الكمامه بطريقه صحيحه. كل الحاجات دي ممكن ننشرها في الجامعات بحيث ان احنا نقلل من فرص انتشار العدوى ان شاء الله باذن الله. طيب طبعا اكيد على البوابات بيكون في مقياس الحراره والكلام ده كله. طب في دكتور بيكون موجود في كل كليه او كل جامعه؟ طبعا دكتور متخصص. يعني دكتور متخصص بحيث ان هو لو في شك او حاجه او في حد عنده ارتفاع في درجه حراره بيتوجه ليه. طب لما يشتبهوا في حاله بيحولوها للدكتور، الدكتور ايه الاجراءات اللي بيعملها معاه؟ ممكن الاول حاجه طبعا بيفحص المريض، ممكن يطلب له بعض التحاليل عشان خاطر على الاقل نشوف اذا كنا احنا ماشيين في القصه دي ولا في قصه ثانيه. يعني التحاليل المبدئيه بتبين لك على الاقل انت ماشي في انهي قصه، او ممكن لا تثبت ولا تنفي 100%، بس على الاقل بتوجهك انت ماشي في انهي قصه. ولو في اشتباه يبقى الافضل طبعا ان هو يتعزل، ان هو ياخد اجازه مرضيه او يعزل الشخص المصاب عشان خاطر ما يعديش بقيه زمايله. لان حتى برضه حتى لو احنا خرجنا من منطوق الكورونا، دور الانفلونزا العاديه اللي بيجي كل سنه ممكن برضه بسبب التهاب رئوي ممكن يسبب الوفاه، يعني مش من حاجات الامراض البسيطه الانفلونزا ده، بدليل ان هم عملوا له تطعيم بينزل كل سنه. من الادوار الفتاكه في بعض الدول ونسب الوفيات فيه عاليه قوي، بس يمكن احنا عشان موضوع كورونا جديد قوي بس لا هو كشكل عام معدل وفيات مش بتكلم في مصر، كشكل عام على مستوى العالم بالنسبه لفيروس الانفلونزا لا بيبقى كبير قوي. فالانفلونزا يعني في الاساس هي برضه مش الحاجات البسيطه برضه، يعني مش عايزين نقول ان احنا الكورونا نستهون بيها. بالظبط. يعني هو يعني مثلا مره جالي حد في المستشفى بقول له كان يعني بدون كانت حاله مرض تاني مثلا التهاب صحي، والالتهاب الصحي ده من الحاجات الخطيره جدا. فقال لي يعني دكتور الحمد لله ما طلعتش كورونا يعني الحمد لله يعني هي كورونا اكتر حاجه مخوفانا وربنا يسترها ان شاء الله. ربنا يسترها. كلمة أخيرة يا دكتور عشان نختم بقى الفقرة الطبية الشيقة هذه، توجه نصيحتك إيه لكل أم ولكل أسرة مصرية لاتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة للحد من انتشار كورونا؟ تمام. هنقول بقى هننظم كده او نرتب الكلام اللي احنا قلناه على ممكن الحلقه. اول حاجه انا انصح فعلا كل حد، مش بتكلم على اطفال بس، كبير او صغير، ياخد تطعيم الانفلونزا الموسميه اللي نازل السنه دي. الحاجه الثانيه التغذيه السليمه بقى من خضار من فاكهه من بروتين حيواني من اسماك. طب من سن كام التطعيم ده؟ من سن 3 سنين. من 3 سنين؟ اللي نازل السنه دي من سن 3 سنين. تمام. فتقريبا كل اللي هيخش المدارس ممكن ياخده. ايوه مظبوط. التغذيه السليمه، متابعه اطفالنا كويس قوي، نشاطهم سلوكهم درجه حرارتهم، اي اعراض زياده عليهم، لو في اي حاجه فيها اشتباه من الحاجات اللي احنا قلناها دي لا ده من الاول كده ما يروحش المدرسه، ما نستناش لغايه ما يروح المدرسه ويرجعه. طيب احنا في نهايه حلقتنا في نهايه الفقره الثانيه نشكر حضرتك دكتور محمد مجدي اخصائي طب الاطفال مستشفى الجابري والقصر العيني ومستشفى الشيخ زايد التخصصي، وبنشكر حضرتك جدا. بشكرك جدا. وعلى وعد تكون معانا ان شاء الله في حلقات قادمه للتوعيه ان شاء الله. وشكرا جزيلا. العفو. بشكرك جدا. العفو. نطلع فاصل حضراتكم دلوقتي ونرجع لحضراتكم للفقره الثالثه وهي انتظرونا. ونعود لحضراتكم مع فقرتنا الثالثة وترند حلقتنا النهاردة فتاة المعادي، باختصار مريم محمد البالغة من العمر 24 عام تعمل موظفة بالبنك الأهلي، وليس كما تردد بأنها قتلت على يد مجموعة من المتحرشين. هنطلع نشوف الفيديو ونرجع لحضراتكم للتعقيب وهنشوف الفيديو ونعلق مع حضراتكم ونعقب على هذا الكلام، وهيكون معنا مستشار قانوني للتعقيب على هذا الفيديو. 2 جنيه مش مشكلة. حضراتكم شايفين الفتاة ماشية اهيت والميكروباص بيقترب من مع التوقيت بتبقى بليري فما بيبانش. انا هحاول اجيبها لك على وحضراتكم شايفين دول مجموعة من المسجلين خطر بيستقلوا هذه السيارة، وحضراتكم هم دلوقتي يعني ماشيين بالسيارة ومركزين على الضحية وهيبداوا يقتربوا منها، وهم بيأجروا هذا الميكروباص من مسجل خطر آخر. وحضراتكم يعني تحية طيبة للشرطة المصرية إنها قبضت على هؤلاء المجرمين قبل أن يدفن جثمان هذه الشهيدة الضحية. وحضراتكم إحنا زي ما انتم شايفين كده يعني الموضوع ده بقى متكرر، وعمليات السرقة ويعني الخطف وكذا بالنسبة للسيدات. واحنا يعني عايزين امتى هنشوف امتى هيتوقف هذه العملية، وخصوصا ان احنا عندنا الشارع المصري دلوقتي كله غاضب على هذه الجريمة البشعة النقراء من هؤلاء المسجلين، ولابد انه يوقع عليهم اقصى العقوبة. دلوقتي حضراتكم شايفين الفتاة هيت ماشية، وزي ما انتم شايفين الميكروباص بيقترب وبعدين بيشدوا منها الشنطة اللي في ايديها بلا رحمة وبلا هوادة، ويعني هي مش راضية تسيب الشنطة، وهم المفروض حتى كانوا لما لقوها وقعت بدل ما يسحلوها ويقتلوها بدم بارد كما حدث في هذه الجريمة البشعة، المفروض ان هم كانوا حتى على الأقل سابوا لها الشنطة لو كان عندهم رأفة، او حتى مسكوا فرامل بالعربية ونزلوا يشوفوا هذه السيدة أو خدوا منها الشنطة بطريقة يعني لا تؤدي إلى الأذى ولا القتل. ولذلك دي جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وترصد، إن هم مصرين على إنهم يقتلوا الضحية. يعني أي حد فاهم إن أي حد هيتم سحله من خلال سيارة على اسفلت، والارض زي ما انتم عارفين حضراتكم بتاعت الاسفلت عامله ازاي، هيقتل وهيموت وتزهق روحه. معانا مداخله من الدكتور احمد مهران المستشار بالدراسات القانونيه، بنرحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بيك. بنرحب بيك يا دكتور جدا. اهلا وسهلا، تحياتي ليكم. تحياتي لحضرتك. احنا عاوزين نعرف يا دكتور لحد امتى هيفضل السيناريو ده موجود في الشارع المصري؟ لحد امتى هيفضل السيناريو ده موجود في الشارع المصري؟ يعني سيناريو فتاة المعادي وحوادث القتل والسرقة بالتحديد يا دكتور، والاعتداء على الفتيات والتحرش وكذا، هيفضل لامتى المسلسل ده مستمر يا فندم في الشارع المصري، خصوصا ان الشارع الان غاضب جدا من اخر حادث اليم. يعني حضرتك شايف واحده طالعه من عملها مروحه بيتها وتتعرض للقتل والسرقه في قلب الشارع. هقول لك ان انا الصوت بس متداخل عشان صوت الكنترول، انا سامع يفصلوا بس الكنترول عشان اسمعك كويس. ده واحد. اتنين، بالنسبة لسؤال حضرتك وهذا المشهد المتكرر في الشارع المصري، أكيد له أسباب كتيرة جدا. أسباب منها أسباب قانونية وقضائية قد تتعلق بتأخير إصدار الأحكام الجنائية على مثل هؤلاء المجرمين في مثل هذه النوعية من الجرائم، وعدم تطبيق الأحكام الجنائية بشكل رادع أمام أعين الناس، بشكل يحقق الردع العام والخاص الذي يعني يخيف كل من تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذه الجرائم. ولذلك احنا طالبنا قبل كده كتير بان النوعيه دي من الجرائم يتم اعدام المتهمين، ويتم تصوير جريمه، يتم تصوير عمليه الاعدام عشان يكون ده على مرأى مسمع من الناس، لكي يعتبر كل من تسول له نفسه ان يرتكب مثل هذه الجرائم. لكن هذه الجرائم لها اسباب مختلفه، انعدام الوازع الديني، و تدني المستوى الفكري والاخلاقي، الجهل والفقر والمرض والبطاله والعنوسه وتاخر الشباب في الجواز وارتفاع الاسعار، كلها اسباب مرتبطه ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئه. لكن على راس هذه الامور هو الجهل، على راس هذه الامور هو انعدام الوازع الديني والتدني الاخلاقي اللي يخلي الناس ترتكب مثل هذه الجرائم دون ان يهتز له جفن. يعني هتكون عقوبتهم ايه؟ او يفكر هتكون عقوبتهم ايه يا دكتور؟ ازاي ممكن يرتكب جريمه زي دي وهو لا يبالي بما سيلاقيه من عقوبات؟ يعني حضرتك الفقر والبطاله ابدا لم يكونوا ابدا مبرران لارتكاب الجرائم يا فندم. في ناس كتيره فقيره وناس كتيره ما بتشتغلش ومع ذلك ما بترتكبش جرائم. هذه العناصر المسجله خطر، دي خطره جدا على المجتمع ولابد ان تكون. انا سامع الكنترول، انا مش سامع حضرتك. طيب انا سامع الدوشه اللي في الكنترول يا جماعه، بعد اذنكم افصلوني عن الكنترول. انا حضرتك اكرر لحضرتك السؤال. أستاذ أحمد مهران، أنا بقول لحضرتك الفقر والجهل أبدا لم يكونوا مبرران لارتكاب الجرائم، وإحنا عندنا في ناس فقيرة كتير في المجتمع وعندنا ناس كتيرة في المجتمع ما بتشتغلش، في حالة بطالة، وده ما بيرتكبوش جريمة. أنا أقصد إن هؤلاء العناصر حتى لو معاهم فلوس، العناصر المسجلة خطر ديت، إن دي معتادة الإجرام، لابد إن يكون معاهم عقوبات رادعة، وبالتالي ما يخرجوش بره من السجون بسرعة لارتكاب جرائم أخرى، خصوصا جرائم السرقة. يعني اللصوص اللي هم بيسرقوا دول وبيعتادوا على السرقة المفروض يتم تنفيذ أقصى عقوبة عليهم حتى لا يخرجوا للشارع آخر مرة أخرى لارتكاب الجرائم. فأنا بقول لحضرتك يا دكتور أحمد، إيه الحل في التعامل مع هذه النوعيات الخطرة في المجتمع المصري؟ ألو أستاذ أحمد، حضرتك معانا؟ طيب الاتصال اتقطع مع الدكتور أحمد. هنخرج لفاصل ونحاول الاتصال بيه مرة أخرى ونعود لحضراتكم. يبدو أن الاتصال بالدكتور أحمد المستشار القانوني صعب الاتصال به، وإحنا بنعود لحضراتكم وبنتحدث في هذه الجريمة النقراء أن لابد من وجود عقوبات رادعة للعناصر الخطرة، وفي مثل هذه الجرائم التي أصبحت رأي عام لابد من أن يكون هناك عدالة ناجزة في اتخاذ يعني كافة الطرق القانونية للتخلص من هذه العناصر عن طريق العقوبات الرادعة مثل الإعدام، وأن تنفذ هذه العقوبة علنية. احنا شفنا قبل كده في 97 فتاة العتبة والاغتصاب، ونفذت عقوبة الإعدام علنا وأذيعت على شاشات التلفاز. فدول الاثنين المجرمين هم حضراتكم يتم عرضهم على الشاشة، وحضراتكم شايفين يعني واد الميكروباص كمان اللي هو نفذوا به الجريمة. وطبعا يعني العناصر دي مش فاهم يعني متروكة ازاي تعبس وتلهو وترتع في المجتمع وتتخذ كل الوسائل للقتل وزهق الأرواح، ويا عالم هم موتوا مين كمان. وهناك تحقيقات لحوادث مماثلة مع هؤلاء المجرمين قد يكون لهم علاقة بهذه الحوادث. وطبعا كمان اللي بيأجر لهم العربية مسجل خطر آخر، يعني هذه تشكيلات عصابية موجودة في المجتمع. قرايب كمان، ولاد خاله، اعتقد ولاد خاله، يعني العيله كلها، يعني العيله كلها تشكيل عصابي يعني. طيب، وفي ختام حلقتنا اليوم بشكر حضراتكم اعزائي المشاهدين، وان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم الساعه 4 بعد العصر مع برنامجكم الاسبوعي 50 دقيقه. وبشكرك جدا استاذه منى. وانا كمان بشكرك جدا استاذ اسلام، وبشكر الجمهور، وان شاء الله استنونا يوم الجمعه الساعه 4 في 50 دقيقه.